السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان البراقي. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض كده الفانوس الجميل ده، هوت شايفين؟ نعم، شكله تحفة. يلا بينا حبايبي نشوف الطريقة سوا، خطوة بخطوة. انا النهارده هنعمله معاكم يعني مقاس كده حجم صغير. قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت كنت عامله معاكم فوانيس كده يعني بحجم كبير زي ما احنا شايفين. يعني لو اول مره تشوفوا القناه ممكن احسب لكم الفيديوهات بتاعتها في اخر الفيديو ده، هو تقدروا كده ان انتوا تدخلوا وتشوفوا الطريقه خطوه بخطوه. يلا بينا حبايبي نشوف طريقه عمل الفانوس الجميل ده، هو شايفين شكله تحفه. طبعا هنعمله النهاردة بشكل ايه يعني مختلف عن الاتنين اللي انا عملتهم قبل كده. دلوقتي بقى ايه حبايبي، هنحتاج هنا هو كده دول 10 ورقات كده معايا، ودول برضو ايه 10 ورقات، ماشي؟ اي ورق بقى ايه عندك، فهقول لكم برضو يعني مقاس الورق ده هو اللي انا بستخدمه مقاسه قد ايه. عشرين، نعم، في 20 في 30، نعم، هبدأ اللي أنا أخد ال10 ورقات دول كده هوت أظبطهم، نعم، وبعد كده هوت أنا عايزة إيه؟ يعني عايزة اقسمها لنصين، لان انا هنعمل فانوس صغير شويه. كده بنفس الطريقة هبدأ بقى اللي انا ايه اقصه. بعد ما قصيتهم هبدأ اللي انا ايه يعني اسويهم كده اهوت، هسيبهم دلوقتي ايه على جنب لما نقص برضو دول كده كمان بنفس الطريقة ديت، وبعد كده نرجع تاني. دلوقتي حبايبي انا كده قصيتهم الاتنين كده، قصيت الجزء ده كده كمان، هبدأ بقى اللي انا ايه ابدأ اللي انا اتنيهم كده نصين. امسكهم ايه من هنا كده يعني يكون الاطراف كده متساوية ايه معايا.
كده حبايبي انا كده عديت الخيط كده شايفين بتعدي الخيط كده يعني يكون معدي من الطرفين. عشان احنا عايزين نمسك الايه الورق مع بعض. هبدأ اللي انا ايه اربط كده اهوت. طبعا ايه بتربطي جمدي بقى ايه عليه كويس كذا مرة عشان بعد ما تخلصي الفانوس يبقى يعني يبقى جامد وما يتفكش. يعني اربطي 3 ربطات كده اهوت وبعد كده ايه هنعمل بقى ايه حلقة كده اهوت بحيث يعني اولادنا بقى يعرفوا اللي هم يمسكوه كده. انا بعد ما ربطت اهوت هبدأ بقى ان انا ايه اعمل حلقة كده اهوت. نقص الزيادة يبقى معانا كده بنفس الايه بنفس الشكل شايفين. دلوقتي انا ببدأ بس ان انا انيم الورق كده اهوت عشان اعرف ان انا ايه احدد يعني انا هعمله بقى ايه يعني هقسمه دلوقتي. نجيب المتر كده اهوت هنا انا كده انا بسيب ايه 5 سنتي كده من فوق و5 سنتي من تحت هيبقى عشان القاعدة بتاعة الفانوس والرأس بتاع الفانوس. هيبقى يعني الجسم بقى معانا جسم الفانوس هيبقى مقاسه 10 سنتي ماشي. فدلوقتي بقى ايه هبدأ اللي انا اعمل احدد كده عشان ابدأ اللي انا اقص بس مش هقص للاخر يعني. برضو ايه من هنا كده برضو هعمل برضو ايه خط كده اهو. خلاص شايفين كده حبايبي ده كده يعني انا هقص كده بنفس العلامة اللي انا ايه علمتها. طبعا في النص من هنا انا مش هقص بقى ايه للاخر لان انا عايزة الجزء اللي في النص ده هو اللي يعني هيبقى عشان يمسك بس الورق ايه مع بعض ماشي. فما تقصيش للاخر خالص. دلوقتي بقى ايه انا هقص كده هوت يعني مجموعة ورق كده امسكها مع بعضيها وابدأ اللي انا اقص على نفس العلامة اللي انا ايه علمتها. هبدأ برضه اللي انا ايه
دلوقتي انا هخلص الخطوة ديت ونرجع تاني.
كده حبايبي انا كده خلصت الفانوس كده خلاص، زي ما احنا شايفين شكله جميل جدا. ما اتمنى حبايبي ان انتوا يعني تنفذوا الفكرة كده اهوت وتعملوها لاولادكم. ما زي ما شفنا ما خدش معايا وقت، يعني بحاجات بسيطة يعني بشوية ورق كده عندك ممكن تقدري يعني انت تعمليه لاولادك او هم يعملوه. طريقته سهلة جدا وبسيطة، انا حبيت ان انا اعمله النهاردة يعني شكل صغير كده شوية، نفس شكل الفوانيس اللي احنا ايه بنجيبها لاولادنا من بره، نفس المقاس يعني، بس انا عاملة الفوانيس اللي قبل كده اهوت الاتنين اللي بالورق عاملهم ايه مقاس كبير، هجيبهم دلوقتي ونشوفهم مع بعض. ده كده حبايبي شكل الفوانيس اللي انا كنت عاملاها قبل كده، حبيت برضو ان انا اوريها لكم. ده كده حبايبي اللي هو على شكل كنت عاملاه على شكل مختلف اللي هو شكل اباجوره، كنت عاملاه على فكرتي. وده كده برضو فانوس على شكل تاني اللي هو الفانوس، شكل الفانوس بقى اللي هو العادي يعني، بس عاملاه يعني على حجم كبير. ده بقى اللي انا عملته معاكم النهارده يعني على حجم صغير كده اهوت. ولو انتوا عايزين تعرفوا طريقه الفوانيس التانية حبس يعني حاسبها لكم كده في نهايه الفيديو ده اهوت، عشان ايه يعني تبقوا تشوفوها برضو. اتمنى حبايبي ان الفيديو النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه. بحبكم جدا جدا في الله حبايبي. كان معاكم حنان البراكي، ام ندى وفتحي. يا ريت اللي لسه متابعيني لاول مره فضلا وليس امرا حبايبي، لو الفيديو عجبكم وكان عجبتكم وبتستفادوا منها، يا ريت ان انتوا تدعمونا كده حبايبي بالاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم فيديوهاتي وكل جديد انا بقدمه في القناه اول باول. لا. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده كده شكل الفانوس اللي عملته معاكو، ما تحفة بصراحة. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده كده حبايبي شكل الفوانيس اللي انا كنت عاملاها قبل كده، حبيت برضو ان انا اوريها لكم. ده كده حبايبي اللي هو على شكل كنت عاملاه على شكل مختلف اللي هو شكل اباجوره، كنت عاملاه على فكرتي. وده كده برضو فانوس على شكل تاني اللي هو الفانوس، شكل الفانوس بقى اللي هو العادي يعني، بس عاملاه يعني على حجم كبير. ده بقى اللي انا عملته معاكم النهارده يعني على حجم صغير كده اهوت. ولو انتوا عايزين تعرفوا طريقه الفوانيس التانية حبس يعني حاسبها لكم كده في نهايه الفيديو ده اهوت، عشان ايه يعني تبقوا تشوفوها برضو. اتمنى حبايبي ان الفيديو النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه. بحبكم جدا جدا في الله حبايبي. كان معاكم حنان البراكي، ام ندى وفتحي. يا ريت اللي لسه متابعيني لاول مره فضلا وليس امرا حبايبي، لو الفيديو عجبكم وكان عجبتكم وبتستفادوا منها، يا ريت ان انتوا تدعمونا كده حبايبي بالاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم فيديوهاتي وكل جديد انا بقدمه في القناه اول باول. لا. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده كده شكل الفانوس اللي عملته معاكو، ما تحفة بصراحة. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.